أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية، رح نترافق فيها على أهم نشاطات جمعية الشباب الخيرية مع الدكتورة فرح خالد، أخصائية الأمراض النفسية وعضو في الفريق الطبي لدى الجمعية. حملة أنت الحياة للكشف المبكر عن سرطان الثدي هلأ عم تقوم فيها الجمعية، وفيها نشاطات كتير مهمة رح نحكي عنها أكثر مع الدكتورة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك يا أهلا وسهلا. صباحك صحة ونشاط على طول. صباح الخير لكل سيدات سوريا. أول شيء جمعية الشباب الخيرية دائما بتساهم بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بالحملة الوطنية. هي الحملة أنت الحياة تميزت فيها هذا السنة بالتعاون مع مجمع ضاحية إتسيا الطبي وبالتعاون مع بنك الشام. حاولنا بهي الحملة نتجاوز كل العوائق اللي بتعترض المرأة من إنه تشارك معنا بهي الحملة. ابتداء من تأمين المواصلات، هالمواصلات كانت مجانية تخدم كل السيدات بدمشق قريفة من وإلى مجمع ضاحية إتسيا لحتى تسهل الكشف، بالإضافة إلى خطوات الفحص اللي كانت تبلش أول من الاستجواب والفحص من قبل أطباء النسائية وأطباء الجراحة العامة، مرورا بالماموغرام، فحص الأشعة، هاي كلها كانت مجانية ضمن الحملة. وانتهاء في حال إذا حد احتاجت المريضة لإيكو فهي بتاخد 50% حسم على مجريات الإيكو. كل هاي كانت بالإضافة لحملات توعوية طبية مجانية قام فيها هي أخصائيين من الجراحة العامة والجراحة النسائية، لحتى نعطي عن أهمية الفحص، كيفية الفحص، عوامل الخطورة للإصابة، كيفية الوقاية وكيفية العلاج. طيب دكتورة خلينا نحكي، نحن بلشنا بالحملة بالشهر العاشر وأطلق عليه الشهر الوردي. تمام. حضرتكم مستمرين ضمن هذا الشهر لنهاية شهر 11 في الحملة؟ نحن استمرينا فيها، أطلقت بالشهر الوردي الشهر العاشر واستمرينا فيها لنهاية شهر 11 لحتى نكسب ولحتى نعطي مشاركة لأكبر عدد من النساء للكشف والفحص. قد ايه مهم اليوم هدول الحملات وقد ايه مهم التوعيه عند السيدات؟ سرطان الثدي هو اشيع السرطانات من النسائيه عند المراه، يعني من كل سيده من اصل 13 سيده بيصابوا بسرطان الثدي بمختلف مراحله، وبالتالي الكشف المبكر هو عامل وقايه لحتى نحن نمنع الاصابه بسرطان الثدي، بالاضافه هو عامل حمايه لانه الكشف بالمراحل الباكره فهذا بيأهبنا كثير لموضوع العلاج المبكر وبالتالي المحافظه الأكبر على أكبر كمية من النسيج الطبيعي للثدي. بس خلينا نحكي عن أهمية استمرار هي الحملة، يعني قلتي بالبداية الجمعية تقوم بكثير من الحملات والنشاطات المهمة اللي هي أساسا بتخفف من الضغوطات المادية على كل الناس، وهي نقطة كثير مهمة ضمن الظروف المادية الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيشها. خلينا نحكي عن الدور الإنساني هون، يعني عم تحاولوا تكونوا موجودين على الأرض، وبنعرف يعني دكاترة وأخصائيين منتشرين عم يتعبوا، قديش حلو هيدا الشغل وردة فعل الناس تجاهكم، قديش بتعطيكم اليوم حافز كتير كبير ضمن الجمعية. بالحقيقة الشيء اللي واجهناه بالحملة وحسيناه والأفضل هو للحملة كانت كتير المرضى، الوعي اللي كان كتير عند المرضى كمية كبيرة. ثاني شيء الإقبال الكتير اللي كان على الحملة كان أعداد كبيرة، بالإضافة الثانية كمان التوعية المرض صار أكثر من غيره من الأمراض الثانية وانتشاره من نسبة السرطانات الثانية، فصار عند المريضة الوعي. فالشي اللي ركزناه على هي الحملة مو بس نركز على الكشف والفحص الأولي، لا، ركزنا أكثر على الخطوات اللاحقة مع بعد الفحص، مثل نحن نفسر للمريضة أمراض الثدي، يعني في حال إذا إجت المريضة بكيسات ضمن الثدي، إفرازات الحلمة، أعلام الثدي، داء اللي في كيسي، شلون بدها تراقب وشلون بدها تعالج، والإضافة كمان الخطوات اللاحقة ما بعد الاستئصال الجراحي وما بعد المعالجة الشعاعية، أو إذا احتاجت علاج كيماوي، وإذا احتاجت هالمعالجة الهرمونية قديش فترة العلاج الهرموني لازم تضل، إمتى لازم تاخدها، إمتى لازم توقفها، شو العوامل. هي كلياتها حاولنا فيها لحتى نضمن الجانب الطبي يكون شامل عند كل المرضى، بالإضافة إلى الجانب الإنساني لحتى تعرف المريضة أنه هي كل خطوة من المراحل أنه هي نحن متابعينها ونحن على اتصال وتواصل معها بكل مرحلة من المراحل. طيب دكتورة ذكرتي هدول التفاصيل هنا بحاجة لوعي جدا مهم من المريضة لتقدر تستوعب انه نحن اليوم ما لنا بفحص ويلا حنمشي. نحن كل سنتين حسب الوضع لازم نرجع نشيك الوضع. خلينا نحكي عن وعي السيدات وهيك طمنينا كيف كانت النتائج، كان في نسبة بالحقيقة اللي لاحظناه بهالحملة الوعي كان كتير بالنسبة للسيدات من ناحيتين. الناحية اللي نحن لاحظناه من ناحية
المحاضرات التوعوية والطبية، الشيء الأساسي اللي كان عندنا أنه التأكيد على عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي كان كتير عند وعي من السيدات. العامل الوراثي، يعني أي سيدة كانت عم تفحص حالة تعرف حالة مصابة بسرطان الثدي فهي تشجع أقرباء من الدرجة الأولى، سواء الأم سواء البنت سواء الأخت، أنه لا روحي وفحصي حالك بسرطان الثدي. الشيء الثاني كمان اللي لاحظناه بالمحاضرات، الأسئلة المريضة اللي كانت أكثر توعية بالسنوات السابقة، يعني هل هو موانع الحمل بتؤدي للإصابة بسرطان الثدي؟ هل معالجة الهرمونية المعيدة بعد سن الطهي بتؤدي للإصابة بسرطان الثدي؟ هل أنا قديش بدي أخذها لحتى تسبب لي الإصابة بسرطان الثدي؟ كل هذا كانت نتيجة توعية من السنين ونحن عم نكمل فيه. صحيح، ويمكن اليوم نشوف في فرق بهي الثقافه. يعني سابقا ما كنا نشوف هذا الوعي الكافي، كان في خوف، كان في تردد عند كثير من الصبايا والسيدات. اليوم عم نشوف لا، يعني من خلال حديثك ومن خلال كثير اخصائيين استضفناهم وحكينا خلال الشهر الوردي، في وعي عم يكون واضح عند السيدات، واضح كثير كبير، وعم يؤدي لكشف مبكر، يعني عم يؤدي لاجراءات وقائيه، لانه نحن عم نعطي خطوات وقائيه علاجيه أكثر. ونحن عم نحكي عن مرض، يعني إذا تم الكشف المبكر عنه ممكن يؤدي للشفاء. نسبة الشفاء تتجاوز 85%. خلينا نركز على النقطة، لأنه كثير من الصبايا والسيدات بيخافوا بيترددوا. سرطان الثدي لنحكي بالمجمل عنه لساته على كلمة سرطان، يعني شيء سيء وشيء خطير. صحيح. لكن الكشف المبكر عنه والمراحل المبكرة للكشف عنه فهو عم يعطينا نسبة شفاء عالية بتتجاوز 80% ل 90%. بالإضافة حتى التقنيات الجراحية يلي صارت عنا بشكل أوسع بشكل أفضل صارت عم تعطينا أكثر حافز لحتى مو بس المريضة تعمل استئصال جراحي، لا في شيء اسمه معالجة ترميمية من بعد الاستئصال. فهذا الشيء كلياته نتيجة الوعي اللي زاد كثير، نتيجة المعرفة بالعوامل أكثر، ونتيجة متابعة المريضة للفحوصات الدورية. طب سألتك عن نسبة هيك إنه طمنينا، كيف كانت الفحوصات؟ هل كان في نسبة إصابات بين السيدات؟ وفي حال كان في اصابات كيف عم بيكون العامل النفسي؟ عم بيكون يعني عم تحاولوا تتدخلوا بهاي الناحيه او لا؟ العامل النفسي بيلعب كثير دور مهم لحتى نحن نكون نعطي طاقه ايجابيه للمريضه. العامل النفسي ابتداء مو بس من قبل الطبيب او مو بس، كمان العامل النفسي المترافق مع الاهل. فبالاضافه لهذا الفحص ونحن هي لازم نحن كمان نخبر المريضة بكل خطوة من الخطوات الإجراءات الطبية والإجراءات اللي لازم نعملها، ابتداء من الفحص لحتى خزعات التروكات الخزعة الموجهة اللي هي مشخصة، تمام، حتى ابتداء من مراحل الاستئصال العلاج وخطوات والنصائح. هي كلياتها ما بتعمل شيء من دون العامل النفسي اللي هو لازم، يمكن هو اهم عنصر نقطة واهم جانب لحتى تكمل المريضة هالخطوات، تمام، اللي بيكون من قبل الطبيب وبيكون من قبل كمان الافراد نفسهم والعائلة والمحيط. يعني عامل البيئة المحيطة، الدعم النفسي قديش بيأثر على نفسيتك. كثير من الاشخاص يعني سابقا لانه ما كان في وعي كافي مثل هلا، نحن عم نحكي عن وعي كافي، عن ثقافة مختلفة عن سابقا، لما يسمع بمرض السرطان مثل ما قلتي بتأثر على نفسيته والمحيط. يعني في ناس لما اكتشفت معها كانسر بعد 10 سنين توفت لانه نفسيتها انعكست على هذا المرض، والمحيط يعني كان ما عم يعرف يتعامل بالطريقة الصحيحة. اليوم لا، الموضوع مختلف، اخر 10 سنوات عم نشوف انفتاح اكبر، في دعم نفسي وفي ثقافة اكبر. العامل النفسي كمان من المحيط، مو فقط على نفسيته الصبية، قديش بيأثر. يعني شفنا يمكن خلال الحملة حالات جدا جميلة على مواقع السوشيال ميديا، بتلاقي في ناس بتحلق شعرها، دعم نفس مع حدا من العيلة، ان كان اهلها زوجها اولادها، كثير هذا بيأثر بطريقة كثير نفسية حلوة عليها. تمام. هلا الفكرة الأساسية كمان موضوع العامل النفسي هو موضوع اجتماعي وموضوع طبي وموضوع أهل، تمام، من الهي الدولة من قبل التوعية والبرامج التوعية، مو بس التوعية عن سرطان الثدي، التوعية عن أكثر سرطان عنق الرحم، فعطتنا نحن المجال هالكسر حاجز الخوف يلي كان عند المرضى. صحيح. إني أنا معي سرطان أو إني أنا هلا كان عندي سرطان وتعالجت منه. هذا الشيء الأساسي كان دور أول شيء عن طريق المستويات الحملات الكشف، تمام، بالإضافة للدور اللي كان عن طريق المحاضرات الطبية اللي نحن بنعملها، إنه نحن نركز كمان على جانب شيء اسمه جانب دعم أهل وجانب دعم من قبل الطبيب. كان في زيارات بينكم وبين الأهل أو يعني رسائل توصلوا للأهل إنه اليوم
عندكم حدا بوضع صحي انه خلينا نقول خاص، ما بدنا نقول سيء، لانه هي مرحله اذا كان الوعي مرتفع رح تمضى فيها، كان في تواصل مع الاهل؟ الشيء اللي اكدنا عليه بمجمع ضاحيه اتسيا الطبي وخلال الكشف عن الحملات الكشف، نحن مو بس لما يطلع عنا عباره عن كتله نعمل لها عن طريق الخزعه الموجهه بالايكو، لا، انه يكون عنا كمان بعدين مثل لقاء مع الاهل والمريضه لحتى نخبرها نحن شو هي الخطوه اللاحقه اللي لازم نعملها وشو دور الاهل بهذا الموضوع. فكان دائما دائما شيء مدعوم طبي نفسي، يعني بكافه المعلومات نخبرها للمريضه لحتى تكون هي تعرف كل التفاصيل باي مرحله رح تقوم فيها. طيب خلينا نحكي عن الفريق الطبي بجمعيه الشباب الخيريه، عن الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها، عن هذا العمل التطوعي الانساني جدا جميل. انتم فريق كامل متكامل، اخصائيين، دكاتره، عندكم شغلكم الخاص بس عم يكون في جزء للعمل الخيري. خلينا نحكي عن هي النقطه، وكعيله انتم كفريق طبي كيف عم تشتغلوا؟ قديش في تعب يمكن مجهود اضافي في كثير من الناس ما بتعرفه، خلينا نسلط الضوء عليه شوي. تمام. هلا الشيء الاساسي اللي حاولناه في ابتداء من الحمله، تمام، انه يكون عندنا شيء اسمه فريق طبي خاص داعم، يعني ابتداء من الطبيب النسائي الى طبيب الجراحه العامه الى الطبيب النفسي، تمام، الى المراحل المتابعه ما بعد العلاج. هي كانت كلياتها ضمن مجهود نحن عملناه بشهر 10 ومستمرين فيه لشهر 11. اكيد في تعب، بس لما نحن بنلاقي ثمره الجهود هي، لما نحن بنلاقي في ناس كثير اكتشفناها هذيك السنه وصار في عندها استئصال وعندها عم تتعالج وصار في عندها نسبه شفاء، فهذا بيعطينا اكيد حافز لحتى نحن نكمل ونكون. طيب اليوم اي حدا عم يتابعنا، اي صبية عم تشوفنا وحابه ان اليوم تستغل الايام المتبقيه بشهر 11، كيف اليوم هي قادره توجه لعندكم؟ وخاصه ذكرتي نقطه انه اليوم انتم رحتوا عن موضوع المواصلات، ريحتوا السيده، شو الاجراءات اليوم لحتى اي حدا يشوفنا؟ الاجراءات اللي عم تكون سواء بكل المراكز بجمعيه الشباب الخيريه، هي عباره عن 9 مراكز بالقطر مع مجمع ضاحيه اتسيا الطبي، حيكون عندنا عباره عن انه بتتصل المريضه بتاخذ موعد، بيحجزوا لها الموعد، بيكون المواصلات لها مؤمنه، بالاضافه كمان للفحص الدوري للكشف اللي بيكون فيه عنده اكثر من طبيب، رح تشوف هي طبيبه النسائيه تفحصها هي، بعدين حتشوف طبيب الجراحه العامه او طبيب الاشعه، حيشرح لك كل شيء وحيقول لها امتى تراقب وامتى تكون المعالجه. اكيد بنتمنى لكم التوفيق، ونحن دائما نفتخر بكل الشباب السوري اليوم اللي في طاقات هائله على الارض، عمل تطوعي كثير كبير، عم تكونوا شريك مع المجتمع الاهلي لفعلا تخففوا على الناس كل الضغوطات اليوم، ان كانت اجتماعيه اقتصاديه وطبيه مثل ما حكينا معك دكتوره فرح خالد اخصائيه نسائيه. نتشكرك، وتحيتنا لكل الفريق الطبي، شكرا كثير لك. وتشكركم كثير ونور. يسعد صباحك وشكرا لحضورك، وتحياتنا اكيد لكل فريق الجمعيه فردا فردا، يعطيكم الف الف عافيه، شكرا لك. خلي ياكي ويسعد.